السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تعمل بعض الحيل في قلب الفيديو بتاعك بحيث ان انت تزود عدد المشاهدة وبالتالي تزود الارباح؟ اول حاجة هتيجي على اليوتيوب ستوديو، هتدخل هنا في الفيديو تختار الفيديو اللي انت عايز تعدل عليه، وبعد كده اهم حاجة لازم تكتب التايتل مظبوط، الديسكريبشن، ولازم تعمل التاج. الحاجات دي مهمة جدا على اساس ان هي دي بتزود فرصة ان انت تبقى موجود في محرك البحث. طيب وبعد كده ممكن تضيف كاردت او اند سكرين، ممكن نضيفهم برضو من الاديتور. هنا الاديتور هنا هتقدر تيجي هنا تقول له ضيف لي اعلان هنا، اد بريك هنا، تمام الشكل دوت. ممكن تيجي في اول فيديو اخر فيديو تضيف اعلان، المفروض تضيف اعلان مثلا انت ممكن تضيف كل دقيقة، بس ده مش صح، هتخلي الشخص يزهق ويسيب القناة. فانت ممكن تضيفها مثلا كل 10 دقايق مرة، كل 5 دقايق مرة، وهكذا، تمام. طيب وبعد كده عايزين نضيف اند سكرين. اند سكرين يعني في اخر الفيديو يروح جايب لك ايه، مقترح لفيديو اخر، فهتيجي هنا تقول له اد اند سكرين، وتبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه. يعني مثلا هيبقى بالشكل دوت، هيبقى فيه 2 فيديوهات وفي واحدة تقول له اشترك معنا في القناة بالشكل دوت، هيبقى موجودين هما، تقدر تعدل عليهم. وبعد كده هتقول له سيف عشان يحفظ لك التعديلات ديت. ومن الحاجات الكويسة برضو لو قدرت تضيف ترجمة.